واش تري المي 6 اي ستال 2000 درهم؟ واش مناسب ليكم تشريوه ولا لا؟ واش كاين احسن منه في السوق وبنفس الثمن؟ وشنو هو الجديد في هذا التليفون؟ بغيتوا تعرفوا الجواب ديال هذه الاسئله كاملين، مرحبا بكم في هذا الفيديو اصدقائي، ديروا لايك كما هي العاده ويلا نبداو. اول حاجه كنشوفوها كاملين في التليفون قبل ما نفكروا نشريو هي التصميم واللون. الريلمي 6 اي ما فيه حتى جديد من ناحيه التصميم، بعدا نفس الابعاد ديال الريلمي 5 تقريبا، الشكل ديالو عادي والمواد باش مصنوع كاملها بلاستيك، سواء الاطار سواء الظهر ديال التليفون، وهذه اول حاجه ما عجبتنيش في التليفون. والالوان اللي كيجي بهم هذا التليفون سميتهم بعدا جديده واول مره كنسمع بها في عالم الهواتف. هذا التليفون كيجي بجوج ديال الالوان، واحد سميتو حليب ابيض وواحد سميتو شاي خضر ولا اتاي خضر حسن كنظن، بقى خاصنا غير شي مسمنات ونديرو كاسكروت. المهم ما عليناش، بصراحه حتى لون ما عجبنيش وخصوصا الخضر، ولكن هذا غير الذوق ديالي انا، يقدر يعجبو هذه الالوان بزاف منكم وما كنقدروش نعيبو التليفون من اللون ديالو، كما قلت لكم هذا كيبقى غير ذوق. المهم عندنا حنا هنايا هو الاداء ديال التليفون، ونبدا معكم بالشاشه. الشاشه هنا من نوع اي بي اس ال سي دي، الحجم ديالها 6.5 انش، وهي نفس الشاشه اللي في الريلمي سي 3، والدقه ديالها غير اتش دي بلس ماشي فول اتش دي، وبصراحه الدقه ديالها ناقصه بزاف. عرفتوا علاش قلت لكم ناقصه بزاف؟ حيت كنهضروا على تليفون اللي اتحطوا فيه 2000 درهم، والتليفونات اللي بهذا الثمن خاص تكون فيهم شاشه فول اتش دي بلس على الاقل، بلا ما نقولوا سوبر اموليد وندخلوا في شيء اخر، على الاقل تكون فول اتش دي بلس. واكبر مثال الريدمي نوت 8، الثمن ديالو حاليا غير 1800 درهم تقريبا، وفيه شاشه فول اتش دي بلس. واخا اللون ما عجبنيش والشاشه حتى هي ناقصه، نهضروا على حاجه زوينه في هذا التليفون وهي الباتري. الباتري في هذا التليفون بسعه 5000 ملي امبير، اللي يقدر يبقى معكم حتى 10 ديال السوايع الشاشه مفتوحه وحتى اليومين ديال الاستخدام العادي. وفوق هادشي كامل كيدعم الشحن سريع بقوة 18 واط، وكيتشارجا في ساعة و 45 دقيقة تقريبا، والشارجور كيجي مع التليفون. الشارجور يعني الشحن السريع اللي ب 18 واط كيجي مع التليفون في العلبة، وفيه منفذ الشحن تايب سي، وهادشي مهم بزاف يكون في التليفون. والتليفون فيه بلاصة السماعات من طبيعة الحال، وحداهم مخرج الصوت، والصوت ديالو عادي بحال التليفونات اللي في هاد الفئة. بالنسبه للاداء ديال التليفون كيجيب معالج ميديا تيك جي 80، وهذا المعالج ممتاز في هذه الفئه، ويقدر يكون من احسن المعالجات اللي في تليفونات بهذا الثمن في الاستخدام اليومي، ولكن ما كاينش شي فرق كبير بزاف بينه وبين الريلمي سي 3، بينه وبين المعالج اللي في الريلمي سي 3. وكما راكم عارفين الريلمي سي 3 فيه معالج من نفس ميديا تيك وهو الجي 70، والثمن ديالو غير 1500 درهم، كاين 500 درهم ديال الفرق تقريبا بيناتهم. والاداء الرسومي ديال الريلمي 6 اي خدم ببجي على اعدادات الهاي اتش دي، وخدمات فيه مزيان بلا مشاكل. بالنسبه لعوامل الامان في هذا التليفون، فيه البصمه في الظهر اللي كيبان ليا صراحه ديمودات شويه، ولكن الاداء ديالها سريع وفيه فيس انلوك، حتى هو مزيان الاداء ديالو، وكيجي بواجهه ريلمي يو اي 1 واندرويد 10. وندوزو للكاميرات اللي في التليفون. الكاميرا الخلفية فيها 4 ديال العدسات، الأساسية 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8، والعدسة الثانية أولترا وايد بدقة 8 ميجا بيكسل، والثالثة ماكرو بجوج ميجا بيكسل، والرابعة ديال عزل الخلفية حتى هي بجوج ميجا بيكسل. وعلى العموم التصاور ديالو مسلكين متوسطين في هذه الفئة هذه. بالنسبه للفيديو كيصور فيديو غير بال 1080 بي، ما كيصورش 4K بحال اغلب التليفونات اللي بهذا الثمن، والكاميرا ديال سيلفي ب 16 ميجا بيكسل، والتصاور ديالها حتى هي ما بيهمش. وكنظن وصلنا لنهايه الفيديو، اعطوني رايكم اصدقائي، اش بان لكم في هذا التليفون؟ واش يستاهل 2000 درهم ولا لا؟ نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، نتشوفوا في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.